ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في إمارة الشارقة، الإمارة الباسمة. هنا وصلنا بكم إلى شوطنا العاشر مع أشواط الفترة الصباحية على بركات الله تعالى وتوفيقه. متابعونا في كل مكان، ينطلق شوطنا العاشر والمخصص للقعدان لفئة الصعوب مع شوطنا المفتوح والرمز الغالي بالانتظار الذي يحمل اسم ولي عهد إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه، الرمز الغالي بالانتظار مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. أتابع البداية وأرصد المركز الأول، شاهين من ينطلق في صدارة هذا التحدي، محمد بن سيف بن سلطان بن سيف الطنيجي من ينطلق في المركز الأول ويتصدر هذه المسيرة، والضاح مع المركز الثاني سيف بن سالم بن حارب الاكتبي من ينطلق مع المركز الثاني، وثالث الوصول ضاري وصل هنا راجل محمد بن مبارك برويس الاكتبي قادما مع المركز الثالث، ورابعا وصول وانضمام في هذه اللحظات طياري وصل هنا سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي مع المركز الرابع، وخامسا واصل هنا ناصي سيف بن سعيد النداس الاكتبي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الخماسية الأولى الحاضرة هنا في هذا التحدي في هذا المسار الجميل والمثير. الرمز الغالي بالانتظار، كيلو قطعنا وكيلو تبقى لهذه الأسماء وللرمز الغالي، الرمز بالانتظار. يا ملاك ويا مضمرين، بدأت السرعة، بدأت الإثارة. أعود مع المقدمة الأولى، وضاح يا وضاح، اتضحت أموري وضاح مع المركز الأول سيف بن سالم بن حارب الاكتبي من يتصدر هذه المسيرة الأولى، هذا الانطلاق الجميل. ولكن القادم شعار الخاصوني وصل مع طياري، وصل مع طياري هنا سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي مع المركز الثاني، وثالثا الوصول من شاهين هنا في هذه اللحظات محمد بن سيف بن سلطان بن سيف الطنيجي مع المركز الثالث، ورابعا المتدخل في هذه اللحظات ضاري وصل هنا راج بن محمد بن مبارك برويس الاكتبي مع المركز الرابع، وخامسا وصول غياث سالم بن خلفان بالعري الاكتبي مع المركز الخامس. ال 400 متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، جولة الأوامر النهائية. حرك اللي بتحرك، روح يا اللي تبي الرمز. طياري 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 الخاصوني الخاصوني، بسم الله ما شاء الله. أهالي مليحة، أهالي مليحة مع الانتصار. طياري يطير بالدرع، يطير بالرمز الغالي إلى أهالي مليحة. سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي، سلام مليحة سلام، تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمالك طياري سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي. من قادر نحو الناموس والانتصار؟ المركز الثاني وضاح سيف بن سالم بن حارب الاكتبي. المركز الثالث كان وصول غياث سالم بن خلفان بن علي الاكتبي. المركز الرابع كان وصول شاهين محمد بن سيف بن سلطان بن سيف الطنيجي، وخامسا كان وصول ناصي سيف بن سعيد النداس الاكتبي. هكذا هي النتيجة، طياري من طار بالانتصار وطار بالدرع الغالي الذي يحمل اسم ولي عهد إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي في الامتار الاخيرة، يقلع بالانتصار ويهدي السلامات الى هالي مليحة. سلام مليحة سلام في هذا الصباح الجميل وهذا الانطلاق المثير. سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي، لك التحية والاحترام. وها هو جديد الخاصوني مع شوط القعدان المفتوح لفئة الصعوب، والرمز يحظى به طياري، والمملوك لسالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي. التوقيت الزمني أو كما تشاهدونه عبر عدسات قناة المنطقة الوسطى، والتوقيت الزمني 3 دقائق و2 ثانية وفاءً وكمالا توقيت طيار سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي. سلام مليحة سلام.